تحظى المرأة البحرينية بدعم كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ساهم في صقل شخصيتها وتفعيل دورها الإنتاجي داخل أركان أي عملية تنموية تصاحب متنوع القطاعات الحيوية في المملكة. نعم، قصص نجاح متتالية تسجلها المرأة البحرينية بعطاءاتها المتميزة وقدرتها على تبوء العديد من المراكز الوظيفية والمناصب القيادية على المستويين المحلي والدولي. قصة نجاح بهيرة قدمتها المرأة البحرينية في تحقيق إنجازات في مختلف المجالات. فمنذ انطلاق المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك المفدى الداعم الأول لمسيرة المرأة البحرينية التي تركت بصمة متميزة في مختلف القطاعات بالمملكة، هذه الإنجازات المشهودة في دعم وتمكين المرأة البحرينية قد لفتت أنظار العالم، خصوصاً وأنها تبوأت العديد من المناصب القيادية على المستويين المحلي والدولي. الدعم الملكي مكن المرأة البحرينية من أن تصبح نموذجاً مؤسسياً رائداً يحتذى به في مختلف القطاعات، ونالت بذلك تقديراً دولياً لما حققته من إسهامات بارزة في مسيرة المرأة بمملكة البحرين ونهضتها الحديثة، حيث قدمت المرأة البحرينية بكل كفاءة واقتدار أدواراً مشهودة في مواقع العمل الوطني كافة، وتركت بصماتها في مختلف المجالات التنموية. بعطاءاتها المتميزة في كافة ميادين العمل ومشاركتها الفاعلة والبناءة في جميع مسارات التطور والتنمية الوطنية، تبوأت المرأة البحرينية العديد من المناصب في مختلف المجالات لتكون مثالاً للمثابرة والتفوق والنجاح بما قدمته من إسهامات رئيسية في التطور الشامل لنهضة مملكتنا الحبيبة. المتتبع لما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم يجد بأن جهودها الحثيثة والمتواصلة هي مدعاة للفخر وأمر يعكس الجهود المخلصة التي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية متميزة في مجال تنمية المرأة والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم على كافة الأصعدة والمجالات، انطلاقاً من إيمان جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بأن المرأة البحرينية عنصر أساسي في المسيرة الوطنية المباركة.